انصافيه وغير عادله، رقم مبالغ فيه، بس في ناس مضطره لده. ده اللي انا عايز اقوله عشان نفرق، في ناس فعلا محتاجه تدخل بضايعها بتضطر تشتري وتروح تتنازل عن الدولار. يا فندم، ما هو لما بيعمل ده وبيجيب دولار من بره غير بتاع البنك، هو في النهاية بيروح يشيله للمستهلك، ما كله طبعا على المستهلك. اللي حضرتك بقى بتقوله ده برضو غير مفهوم. يعني أنا أروح أخد من البنك دولار ب31 وأروح أبيعه للناس بكذا؟ يعني أنت رحت بتستورد مثلا التترا باك بتاعت اللبن دي، اللي هي العلبة اللي بيعبوا فيها اللبن من بره، أنت بتروح تجيب التترا باك دي بفلوس ب31، اجي الاقيك مزود علبة اللبن وتقول لي اصل الدولار زاد. طب وانت مالك؟ انت واخد ب31 ابو حاجة ده اللي موجود النهاردة، مالك وماله؟ انت بتتكلم في سيكتور يمكن ده اللي الدولة عملت فيه شغل في المبادرة اللي حصلت والاجتماع اللي كان مع دولة رئيس الوزراء ومصنعي الغذائي كله في مصر، وطلع ليهم الدولار من البنك المركزي، ولذلك حصل بقالنا اكتر من شهر شبه ثبات في اسعار الغذائي. والا لو بنسعر على دولار النهارده يا عمرو بيه وانت عارف الارقام فين، كنت هتلاقي ارقام تانية خالص في السوق المحلي للتترا باك بقى للالبان لمنتجات الغذائي كلها. ولكن المبادره دي هل مكمله؟ هو هنا ده السؤال، هل البنوك ما زالت بتدي لمستوردي الغذائي دولار البنك ب 31؟ في الغالب يا دكتور سمير لا، في الغالب لا. وده اللي بيحصل، اللي بيحصل ان المبادره بدات الارقام كانت فوق توقعات الحكومه، ارقام ضخمه جدا محتاجه هذا القطاع، لان بنعتمد على جزء كبير جدا من مكوناتنا الغذائيه من الاستيراد. طب الحكومه تعمل ايه علشان تقلل من جنون الدولار ده؟ توفير الدولار يا فندم، الازمه في سداد الديون اللي علينا، يجب على القائمين على هذا الملف التفاوض ثم التفاوض مع الدائنين. لازم ناخد مهلة كبيرة للسداد، وحضرتك عارف الرقم اللي اتسدد النهاردة السنة دي من وزارة المالية وأعلنت عنه في حدود 22 مليار دولار. جه منين الرقم ده؟ هل أنا أنتجته؟ هل ده فائض عندي؟ هل قدرت أصدر سندات وأذون زي زمان وبيعها في الأسواق الدولية؟ لا. يبقى جه منين؟ هو ده عمل فجوة كبيرة، هو ده اللي كبر المشكلة. فالدولة يجب ان احنا نشوف اصل المشكلة، سداد الديون يحصل فيه حالا مفاوضة مع كل الجهات، وعندنا الاسباب. ما يحدث في المنطقة المحيطة بينا احنا بسبب حقيقي، كل حدودنا ملتهبة ومشتعلة. هنا دور المفاوض المصري مع كل الجهات الدائمة، لازم اخد مهل للسداد اجدول ديوني. على ما ده يحصل المعلم حنتيرة وهلهلة والناس دول ما مش مستنيين. يعني هو كل يوم هو في سعر، يعني أكيد في آليات يا دكتور سمير عند البنك المركزي وعند وزارة المالية وعند وزارة التخطيط وعند رئيس الوزراء تستطيع تبريد هذا الرقم. الدولار ده لازم يتم تبريده طبعاً.